كل العالم كان يترقب مباراة بين حبيب نور محمد وتوني فيرغسون قبل بضعة سنوات من الآن، وكان يسميها بأنها ستكون مباراة القرن، وكانت ستحدد من هو الأقوى في UFC تحديدا في صنف الوزن الخفيف. لكن بعد مرور الوقت لاحظنا أن هذا النزال شبه مستحيل حدوثه، لأنه تم تأجيله لخمس مرات متتالية بسبب ظروف لا إرادية من الطرفين، لعل أبرزها وآخرها فيروس كورونا المستجد الذي أجبر منظمة UFC أو دانا وايت تحديدا إلغاء عروضه وعدم حضور الجماهير. لكن دانا وايت لم يستسلم وقرر إنشاء نزالات في جزيرة منعزلة عن الناس، لكن الأقدار شاءت أن لا يحدد هذا النزال بسبب قرار مفاجئ للحكومة الروسية، حيث أغلقت جميع المطارات في البلاد ومنعت منعا كليا الخروج والدخول إليها. لكن الصدمة هي أن حبيب كان يتواجد بها، مما أجبره على الانسحاب من المباراة وتم تأجيلها إلى وقت آخر، وسمي هذا النزال بين حبيب وتوني فيرغسون بالنزال الملعون. لكن في الوقت الذي وقع فيه كل هذا، كان هناك بطل ساعد لا يستطيع أحد الوقوف في وجهه. هذا البطل يدعى بجاستن غيتشي، والذي لعب 24 مباراة متتالية خسر منها مباراتان. هذا الوحش الذي لا يرحم أحدا في الحلبة كان ينتظر فقط الفرصة المناسبة لاستطاع اسمه أمام العالم. ولمعرفة كيف وصلنا إلى هذه النقطة ومعرفة القصة كاملة، تابع الفيديو بعد الانترو. في سنة 2016 تحديدا في 12 من شهر نوفمبر، عاد النجم الصاعد حينها حبيب نور محمدوف إلى القفص بعد 7 انتصارات متتالية في منظمة UFC، وكان مقررا أن يقاتل أحد أقوى المنافسين في وزن الخفيف وقتها مايكل جونسون. وكان الجميع يعتقد أن هذا سيكون أصعب اختبار في مسيرة حبيب نور محمدوف، وكان هذا ما فعله حبيب بمايكل جونسون. وبعد شهر من هذا النزال، كان بطل منظمة World Series Fighting آنذاك جاستن غيتشي يدافع عن لقبه ضد المنافس البرازيلي لويس فيرميو. لكن هذا النزال لم يستكمل بسبب إصابة التي تعرض لها لويس من غيتشي، والتي أجبرت الحكم لتوقيف المباراة لصالح غيتشي في الجولة الثالثة من عمر المباراة. فبسبب هذا النزال المدمر، قرر دانا وايت إدخال جاستن غيتشي لمنظمة UFC لإبراز نفسه أكثر وأكثر. كان هذا بعد حصوله على 17 انتصارا بدون أي خسارة في منظمة World Series Fighting. في الرابع من مارس من سنة 2017 حان الوقت أخيرا لنزال المرتقب أخيرا بين توني فيرغسون وحبيب نور محمدوف، بعد محاولتين باءت بالفشل في سنة 2015 و2016. وكان هذا النزال على لقب الوزن الخفيف المؤقت، في حين ذهب كونر ماغريغور إلى حلبة الملاكمة لكي يستعد لنزاله ضد فلويد مايويذرز. وصل كل من توني فيرغسون وحبيب إلى لاس فيغاس في أسبوع النزال بكامل جاهزيتهم، لكن للأسف تم إلغاء النزال المشؤوم للمرة الثالثة على التوالي. وبعد 4 أشهر من هذا النزال، حان الوقت للدخول جاستن غيتشي إلى حلبة UFC، وكان يعرف جاستن وقتها بستايله القتالي الذي يتميز بالعنف. خصم جاستن غيتشي في تلك الليلة كان المخضرم مايكل جونسون، الذي تعرض هذا الأخير للخسارة من طرف حبيب فيما سبق. لكن جونسون لم يتحمل ضربات المدمرة لجاستن، وتوقف النزال في الجولة الثانية بالضربة القاضية لصالح غيتشي. وبعد هذا النزال مباشرة في المؤتمر الصحفي، طالب جاستن غيتشي نزالا ضد المقاتل المكسيكي توني فيرغسون. لكن دانا وايت في تلك الفترة لم تعجبه فكرة جاستن، وأعطاه خصما بديلا يسمى بدي ألفاريز في الثاني من ديسمبر من سنة 2017. لكن غيتشي هذه المرة لم يوفقه الحظ، واستقط في الجولة الثانية من النزال بالضربة القاضية، وكانت هذه الحادثة تعتبر هي الأولى من نوعها في مسيرة جاستن غيتشي. وبعد 28 يوم عاد النصر الداغستاني حبيب نور محمدوف إلى القفص بعد غياب دام لأكثر من سنة، وكان خصمه هو إيدسون باربوزا، وكان بلا شك أقوى منافس يواجهه حبيب في سلسلة مبارياته التي لم يخسرها أبدا. وقد وعد دانا وايت حبيب بالمنافسة على لقب الوزن الخفيف
في حال تغلب على البرازيلي إيدسون باربوزا، واستطاع حبيب الفوز بالنزال وذهب. وذهب لمنافسة بطل الوزن الخفيف في ذلك الوقت توني فيرغسون، وبعد 6 أشهر حان الوقت أخيرا لنزال القرن المنتظر بين توني فيرغسون وحبيب نور محمدوف. ولكن قبل 8 أيام من النزال اضطر توني فيرغسون للانسحاب من النزال بسبب الإصابة الشديدة في الركبة، وكانت هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي ألغي فيها هذا النزال المشؤوم. فقرر أحد المقاتلين ماكس هولوي تعويض توني فيرغسون عن غيابه ومنافسة حبيب على لقب الوزن الخفيف المؤقت آنذاك، لأن اللقب الأصلي كان بصحبة توني فيرغسون. في نفس الليلة هجم كونر ماكغريغور رفاق حبيب في الباص الذي كان موجود به حبيب، ورد حبيب بعدها برسالة مفادها أرسل لي موقعك وسأتي إلى عندك. لكن بعدها مباشرة ظهر منافس حبيب ماكس هولوي في لقاء صحفي على الشاشة فوكس، لكن كان يظهر عليه التعب والإرهاق مما أجبر UFC على استبعاده عن منافسة حبيب إلى وقت آخر. أصبح حبيب من جديد بدون منافس. كانت كل هذه الأحداث فقط في أسبوع واحد. وفي نفس اليوم قررت UFC أن حبيب سينافس كوينتا في نزال بعد 24 ساعة من إصدار القرار على حزام الوزن الخفيف المؤقت، وفاز حبيب مجددا في هذا النزال وذاق طعم الذهب لأول مرة في مسيرته على حساب كوينتا. وبعد نزال مباشرة أرسل حبيب رسالة جديدة لكونر ماكغريغور عبر لقاء صحفي مفادها أنا أتحداك أرسل لي موقعك لأتي إلى عندك وننهي الأمر. وبعد أسبوع من هذه الفوضى عاد جاستن جيتشي إلى الحلبة من جديد، وواجه أحد أقوى المنافسين في تاريخ الوزن الخفيف داستن دادريبوري في نزال جنوني كان تقييمه على أنه من أفضل النزالات في التاريخ. تعرض جيتشي للخسارة الثانية في مسيرته، وأصبح جيتشي خاسر مرتين متتاليتين في منظمة UFC بعد المجد الذي صنعه في منظمة World Series Fighting. ولكن لم يستسلم وعاد بعد 3 أشهر لينافس جيمس فيك، لكن جيتشي استفاد من خسارته الأولى والثانية وعاد بشكل أقوى للحلبة وأرسل جيمس إلى النوم في الجولة الأولى من عمر النزال. وبعد شهرين وفي 6 أكتوبر من سنة 2018 أصبحنا على موعد مع أقوى نزال في تاريخ فنون القتالية المختلطة بين كونر ماكغريغور العائد من نزاله مع فلويد مايويذر وحبيب نور محمدوف الذي لم يخسر إطلاقا. في أسبوع النزال استمر كونر بتوجيه كلام عنصري إلى حبيب واستفزازه لكي يفقد تركيزه في المباراة، لكن إن حبيب لم يأبه له واستمر مركزا في مباراته حاملا معه الانتقام في عينيه. لكن عندما تلاقى المقاتلين في القفز لم يستطع كونر الكلام ولا مقاتلة ولا أي شيء كان يفعله في السابق بسبب الهجمات المدمرة الانتقامية من طرف حبيب له، واستطاع حبيب حسم النزال في الجولة الرابعة من عمر النزال بالضربة القاضية. لكن الأمر لم يتوقف هنا، فبعد فوز حبيب مباشرة بالنزال كانت اللقطة الشهيرة التي هزت العالم، حيث قفز حبيب من فوق القفص على رفاق كونر لينتقم لما فعلوه له ولأصدقائه في السابق، وأيضا كان رفاق حبيب قد هجموا على كونر داخل الحلبة، الأمر الذي هز قاعة نزال وحدث أعمال شغب كبيرة سواء في القاعة أو خارجها، مما أجبر دانا وايت على أخذ الحزام من حبيب في تلك الليلة لكي لا تقع أعمال شغب أكبر من التي حدثت من قبل. حيث أخبر دانا وايت حبيب بعد المباراة إذا سلمتك اللقب أمام الجمهور في تلك اللحظة كن متأكدا أننا لن نضمن أرواحنا حية في تلك القاعة الممتلئة بأعمال شغب. لكن مدراء منظمة UFC لم يعجبهم تصرف الذي فعله حبيب ورفاقه في الحلبة، عاقبهم بعدم المشاركة في أي عرض أو نزال في UFC لمدة 8 أشهر، واعتذر بطل داغستاني في المؤتمر الصحفي من الجمهور بسبب تصرف الذي قام به. في الوقت الذي كان حبيب يقضي عقوبته كان البطل جاستن جيتشي يواجه آدسون بيربوزا الذي تغلب عليه حبيب في السابق. وفي 30 من مارس لعام 2019 استطاع جاستن تغلب على بيربوزا في الجولة الأولى من النزال بالضربة القاضية، وبعد تنفيذ حبيب للعقوبة التي فرضت عليه عاد إلى القفص مرة أخرى. 7 سبتمبر من عام 2019 عاد حبيب ينافس أشرس مقاتل حاليا داستن بورير في مدينة أبو ظبي، واستطاع حبيب الفوز بهذا النزال أيضا عن طريق الخنق تحديدا في الجولة الثالثة، وأكمل حبيب سلسلة انتصاره ب 28 انتصارا بدون أي هزيمة. هذا أسبوع من فوز حبيب
عاد غيتشي للقفص لينافس دونالد سيروني وقد قضى عليه بالضربة القاضية في الجولة الأولى. وأخيرا عدنا من جديد على موعد نزال المشؤوم خبيب ضد توني فيرغسون بعد 4 مرات ألغي فيها هذا النزال. في 18 من أبريل سنة 2020 كان سيكون هذا النزال نزال القرن بدون منازع، لكن شاءت الأقدار مرة أخرى ألا يحدث هذا النزال للمرة الخامسة على التوالي بسبب فيروس كورونا المستجد. لكن دانا وايت لم يستسلم وأراد إقامة النزال بشتى أنواع الطرق الممكنة، حيث قرر إقامته في جزيرة منعزلة عن الناس، لكن الحكومة الروسية أغلقت أبوابها في وجه الداخلين والخارجين لها وأغلقت جميع المطارات بسبب الحجر الصحي المفروض. وكان حبيب داخل أسوار روسيا مما أجبر الكل على نفي تماما أن هذا النزال سيحصل بين هذين البطلين. في الأخير قرر دانا وايت أخيرا إعطاء فرصة لجاستن غيتشي لينافس توني فيرغسون في مكان حبيب نور محمدوف، رغم الحالة الصحية التي ظهر بها جاستن في المؤتمر لم تبشر الجميع على أنه سيفوز بهذا النزال الذي يعد الأكبر في مسيرته. لكن جاستن صدم العالم من جديد واستطاع إنهاء توني فيرغسون بضربات مدمرة والتي أنهت النزال في الجولة الرابعة من عمر المباراة لصالح غيتشي بالضربة القاضية. واعتبر غيتشي بهذا النزال أنه أول شخص استطاع هزيمة فيرغسون بهذه الطريقة المدلة. والآن نحن على موعد مع أكبر نزال في تاريخ منظمة اليو اف سي بين بطلين كبيرين في فئة الوزن الخفيف بين محمد نور محمدوف وجاستن غيتشي. المهم نحن كعرب نتمنى انتصار حبيب، وأنا شخصيا أتمنى له الفوز بالضربة القاضية. إذا أعجبك المقطع لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. سلام.